نهاركم سعيد. متنيون سياديون، مين يعني؟ مين نحن؟ نحن أولاد وأحفاد عمية داير مارلياس بأمت الياس بالألف وثمانمية وأربعين، لما المسيحية والإسلام والدروز أقسموا على داير مارلياس بداير مارلياس إنهم يظاهروا الاحتلال المصري للبنان، الاحتلال المصري وحلفائه بحفنة قليلة من المقاتلين الثوار، قدروا يهزموا الجيش المصري يلي كان عم بيقاتل السلطنة العثمانية يلي كانت محتلة نص حوض المتوسط. نحن أبناء وأحفاد ثورة طانيوس شاهين والفلاحين ضد الإقطاع ورجال الدين. نحن أحفاد يوسف بيك كرم يلي حمى المناطق المسيحية من العثمانيين وحلفائهم بالداخل. نحن أولاد وأحفاد الشمعونيين يلي وقفوا بوجه المد الناصري. نحن أبناء الجبهة اللبنانية يلي أفشلت مشروع توطين الفلسطيني وتحويل لبنان إلى وطن بديل. هالأحفاد هودي أصدروا هاللائحة بالمتن يلي سميناها متنيون سياديون، يلي راح تكون بانتخابات 15 أيار 2022 بين باقي اللوائح الموجودة يلي منها أبناء إقطاعيين ومتوارثين وورثة زعامات وإقطاعيات سميت أحيانا حزبية وأحيانا بقيت على اسم العائلة. هلأ عرفتوا مين نحنا، صار فيكم تختاروا تعملوا خياركم. المهم ما تبكوا بعدين إذا كان خياركم رايح على الزعامات التقليدية. وشكراً.